رجعنا لحضراتكم معانا ام جانا. ام جانا من الفيوم، اتفضلي ام جانا. ام جانا من الفيوم لسه معانا ولا لا؟ طيب، هل معانا الاستاذه منى من القاهره؟ استاذه منى. طيب ام جانا واستاذه منى يحاولوا يكلمونا مره تانية. يا ساده، احنا قبل الفاصل كان عندنا كلام مهم جدا جدا على حاجه ظاهره بقت ظاهره سيئه جدا، وهي ظاهره انا بسميها طلاق الاطفال. يعني لما حد يجي يطلق مش بيطلق الزوجه، ده بيطلق الزوجه وايه واولادها. انتوا اولاد فلانه؟ لا، هم مش اولاد فلانه، هي اولادك انت. انت دول اولادك انت، ده لدرجه ان هم متسمين باسمك انت. فهم مش اولاد فلانه، ده اولادك انت. ومن اعظم الاسم ان انت تحاسبهم على ان العلاقه اللي كانت بينك وبين والدتهم اللي تسببت في الطلاق، ولذلك ستظل مسؤولا عنهم وتحاسب عن كل وجع حصل ليهم. استاذه ام جانا من الفيوم، اتفضلي. ام جانا، الو، اتفضلي. السلام عليكم فضيله الشيخ. السلام عليكم، اتفضلي. ازيك يا شيخ عمرو؟ الحمد لله، تحمد على كل شيء. كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وبسلام. امين يا رب. بص يا شيخ، انا جوزي عصبي جدا، بس هو في ساعه العصبيه ما بيدراش بالكلام اللي بيقوله. طيب، ودايما لما بتعصب يقول لي انت طالق. قالها لك كده كم مره كده؟ قالها لي مرتين او ثلاثه على كل حال. وكل مره يقول لي انا ما مقصودش، واقول له طب روح اسال الشيخ، يقول لي مش هسال. طب على كل حال بيهيات. على كل حال يا ام جانا، خليه يتصل بيا، وعشان انا لازم اتحقق منه في شويه حاجات. مش بيرضى يا شيخ، هو خلقي قوي، وانا بقول له طب تعالى نروح للشيخ، يقول لي لا. طب قولي له بس الشيخ اهو بيضحك لك وبيقول لك اتصل بيه، عشان حرام عليك اللي انت بتعمله ده. هقول له والله يا شيخ. حتى طب يعني يا ست، ما انا بقول له اهو ام جانا سيبينا. بيحصل مثلا بيطلبني للمعاشره انا ما ببقاش عايزه، يقول لي لا ما فيش دعوه. طب سيبيني بس انا اقول له، يا ابو جانا، يا سيدي اتق الله في نفسك. انت اللي انت بتعمله ده مش لعب. الفروق دي لازم الواحد يتحوط فيها، والمساله مش مساله ان انت خلاص انت عارف كل حاجه. المساله مش ان انت عارف كل حاجه، لا. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. مش هينفع ان انت تتعامل مع الدين بهذه السهولة وبهذا التفلت. يا سيدي تعالى وهنبين ايه الحكم الشرعي، ويمكن يا سيدي كمان يكون لك نصيب وتيجي عندنا كمان في المركز الإرشاد الزواجي، عشان نتكلم في انت ايه اللي بينك وبين زوجتك بيخليك تبقى عصبي كده، ونتكلم في ازاي يحصل صلاح الحال، ونصل الى إدارة رشيدة للخلافات بينك وبين زوجتك، ونصل كمان الى حسن المعاشرة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيلهن في حياتنا، وقال ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. فتعالى نتكلم ونشوف ايه الاسباب عشان نقدر نتخلص من ده. الاستاذه منى موجوده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذ. حضرتك يا دكتور. نعم الحمد لله. كل سنه حضرتك طيب. اتفضلي. بقول لحضرتك، انا ابني طلب من والده مبلغ عشان يشتري ارض في منطقه ساحليه. نعم. فاداله، وبعد كده بقى ودفعنا له اقساط، وقبل كده برده كنا دافعين له اقساط لشقه له، شقه بتمليك. وبنساعده كتير جدا ماديا، فجه باباه فقال له عايزك تكتب الارض دي باسمي، هي باسم ابني. قال له عايزك تكتبها باسمي ورفض. ومن ساعتها وهو احنا طبعا انا وولادي وجوزي طبعا مش طايقينه، مش قابلينه، ما بنتعاملش معاه خالص ومقاطعينه. هو كل فتره كده على سهال يعني ببر الرحم وبيجي بيسال. هو متزوج؟ هو متزوج؟ اه للاسف. يعني هو دلوقتي انتوا اشتريتوا له الوحده دي، اشتريت له الوحده دي بالاقساط ودفعتها له، وبعدين بقت باسمه هو. طلب منه والده ان هيكتبها باسمه على اساس ان هي ربنا يديه الصحه والعمر تبقى للاسره كلها، ما تبقاش ما تخصش الابن ده بس. طب هو ليه والده سابها باسمه؟ لان هي كان عن طريق هو، عن طريق شغله وكده. يعني هو كان عن طريق شغله، دي معلومه مهمه لازم يبقى هو عن طريق شغله، يبقى عن طريق شغله. واللي سدد الاقساط ودفع الثمن، دفع المقدمه والاقساط، هو الوالد والده. مش هو اللي دفع كده، ولكن هي بقت باسمه. ايوه. فلما طلب منه يكتبها باسم الوالد رفض،
ومن ساعتها مقاطعنا واحنا مقاطعينه ومش قابلين نبص في خليته. طب فواحد زي ده فيعتبر سرق مالنا، فده وده له حقه يورثنا. طيب انا اقول لحضرتك حاجه بس، اصل النغمه دي شويه صعبه عليا ان انا اشوف ام زي حضرتك كريمه وفاضله بتتكلم على ابنها، ده ابن حضرتك مش كده؟ فانا شايف ان احنا، انا بقول لهذا الصديق ان كان فعلا والدك قال لك ان هو الوحده دي هتيجي بس بالواسطه دي، وهو دفع الثمن على ان الوحده دي هو اللي يملكها وانت كنت متفق معاه عليها، لا انت مش من حقك تعمل ده. اما اذا كنت انت ببساطه خالص هو قال لك هنكتب الوحده باسمك وهندفع الاقساط وبعدين نبقى نحول الامر دوت، لا يبقى انت كده، ولكن ليس هذا من البر اللي انت عملته ده، مش من البر، هذا ليس من حسن التعامل مع والدك ودوت، والعياذ بالله اللي انت بتقوله دوت قد يوقعك في، وفعلا اوقعك في العقوق، لان والدك مش راضي عنك وكمان والدتك مش راضي عنك، فاتق الله سبحانه وتعالى فيهم، لان في الحقيقه انت ما كنتش غير وسيله عشان الامر ده، الا اذا كان القانون بيمنع ان هم يتملكوا، يبقى خلاص هو لما اتدفعت الاقساط كانت هتبقى لده وممكن انت تدفع لهم ثمنها. لو كان القانون بيمنع ان هم يتملكوا الوحدات دي يبقى خلاص هم مش من حقهم ان هم يتملكوا ويتحولوا ده، لكن اذا كان والدك بيقول لك احنا بنعمل الكلام ده عشان الاسره فهو عنده ثمن الوحده دي، هي دين عندك انت، لان هو ما كانش قاصد ان هو يشتريها ليك انت، وانت متفق على ده ومقر بده. تعرف امتى هتبقى المشكله؟ لو ان هو كان بيدفع لك انت الكلام دوت عشان يجوزك مثلا، او بيدفع لك الكلام دوت عشان يساعدك او يدعمك، لكن هو دفع الفلوس دي وهو لا يقصد التبرع، هو ما ادالكش الفلوس دي هو يقصد التبرع، ده هو قاصد ان هو يجيب وحده للاسره كلها. فاتقي الله سبحانه وتعالى في والدك، اتقي الله في مال ابوك، اتقي الله في كمان في نفسيه والدك ووالدتك، هم اكيد بيحبوك بس هم ما بيحبوش فيك الجشع ولا الطمع، فاتقي الله سبحانه وتعالى في اموالهم، هم بدل ما دفعوش المال ده وهم قاصدين ان هم يدولك المال ده، ده هم كل الحكايه كانوا بيحطوا المال دوت في هذه الوحده على امل ان تعود اليهم. بيمنع القانون ان هي تعمل الكلام ده، يبقى الوحده ديت هم دفعوا المال دوت ليس بنيه التبرع لك، يعني هم ما كانوش متبرعين ولكن كانوا بيدفعوا المال دوت ليشتروا هذه الوحده، فاذا كان دفعوا هذا المال ليشتروا هذه الوحده وعملوا شيء اجرائي فانت متملك هذا الامر ليس تملكا حقيا، فاتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك المال. معانا الاستاذ محمد من القاهره. الو الو، اتفضل يا استاذ محمد. الو الو استاذ محمد، اتفضل. استاذ محمد، هل ممكن توطي التلفزيون؟ لان ممكن يكون التلفزيون هو اللي مخلي الصوت بعيد عن حضرتك، لو سمحت واسمعنا من التليفون. استاذ محمد، يا استاذ محمد. طيب استاذ محمد، طيب يا سادة، احنا واضح ان احنا في العلاقات الأسرية دلوقتي عندنا أزمة. طيب معانا الأستاذة ندى، تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي. ازيك يا شيخنا؟ معلش أنا ليه عند حضرتك سؤال، أنا متجوزة بقالي 2 ونص وجوزي على طول على القهوة بيصرف فلوسه وحارمنا من الأكل ومن الشرب وكل حاجة، حضرتك معايا؟ سامع حضرتك، سامع حضرتك والله. على طول على القهوة وقعد كل شوية يقول له حرام ومش عارفة ايه ويصرف فلوسه ويقعد يلعب دومنا وعلى طول يضربني يضرب ابني، فأنا بقول له حرام وكده وهو مفيش منه ورقة، كل ما أقول له يقول لي ما أنت ما تجيبيش فلوس من بيت أهلك. طيب أنت بس حضرتك، بس أنا عايز أتأكد بس إن أنت ما بتستخدمش أساليب، أول حاجة امنعيه إن هو يضربك، ما تسمحلوش انه يضربك، ما تسمحلوش. تمام. ما تسمحلوش خالص خالص خالص. تمام. خالص، ان الضرب اللي بيعملوه الناس دي ده والعياذ بالله ده جلد وكسر وتشويه، هو ده عين اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عنه ان هو الاشياء المؤذيه، فامنعيه، اجعليه يتوقف عن انه يضربك خالص. تمام. فدي اول حاجه. الامر الثاني، شوفي حد مؤثر يكلمه،
هو طبعا بلا شك ان اللي هو بيقوله ده بيقول ان هو مش راضي. ليس اسمعيني بس، خليني اكلمه بس شويه يا استاذه ندى، خليني اكلمه. ليس معنى ان انت بتملك مال ان انت من حقك ان انت تفعل فيه ما تشاء. انت لو اسرفت في التعامل مع مالك حرام عليك، لكن ان انت تمنع اولادك ان هم يعيشوا في حياه حسنه وحياه راغده عشان انت لا تصنع شيء الا متعتك ولذتك، فده حرام عليك. فاتق الله في نفسك، وده لا يجوز. واللي انت بتعمله ده تضيع لاهل بيتك وتضيع لاولادك، فانت محتاج ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى، لان ده ممكن يودي انت مستهين بيه دلوقتي ان في واحده بتخنقك دلوقتي. هي مش ممكن تكون تكونش بتخنقك، ممكن تكون بتدلك على ايه؟ على الطاعه، وبتحاول ان هي تكون عونك على الطاعه وتمنعك عن الاثم والعدوان على اولادك. فلذلك اتقي الله سبحانه وتعالى، وحاول ان توسع على اولادك. والنهارده يوم مناسب جدا جدا، لو وسعت على اولادك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك سائر سنتك.